اشايب على مقداي تقول نم نم تصيديه. لما دخلنا فكره الدحيه على البرد مرقناها، بس يعني بصفه ان الناس الوضع تشتريش برد، ما فيش له طلبه، في محلات كبيره مشهوره، في يعني ناس اللي معاه مشيك معاه تنشيك، بقول لك ما انا زي ما اشتري من المحل هيك شاري من المحل، مش اشتري من العربي. جرينا الناس كيف؟ عن طريق السماعه والميكروفون والفكاهه والحاجه الحلوه للناس، باللي بيجي بيشتري مني بغني له، بصير يجي يشتري مني تاني. بزمزم يا ناس دوروا لي عليه، بزمزم يا ناس دوروا لي عليه. الاولاد الصغار لما يجوا يشتروا من عندي بقول لهم بعرف غني لنا، طب افتح الدحيه، بقول لهم ما فيش دحيه لا تشتروا، ما فبصيروا يشتروا كلهم ويرقصوا. فبيع البرد هو السبب الوحيد اللي خلى لي شهره، خلى لي يعني مثلا تمشي في الشارع كيف حالك ابو عربه ايش اخبارك، يعني خلى لي على السوشيال ميديا كمان بشكل عام تفاعل مع الناس، احترام بين الناس، كل شيء. الناس البسيطه احسن من الناس الغنيه. وينك ابو النجار؟ كذا مره يعني الناس اقول له ما انا فلاح، يقول لي ابدا، والله لو بدك تحط يدك على المصحف ابدا، انت بدأ وانت يا عم والله فلاح من دار الحاج، شوف كان انا المنطقه الغربيه انا هنا، مش مصدق يا